تشارلي والخريطة السحرية. هذا هو مو. مو من المفترض أن يلقي محاضرة عن حقوق الطفل ويحتاج إلى معلومات بسيطة ومفهومة. حسناً، أين يمكنني أن أجد هذا؟ من الجيد أن مو يعرف شخصاً يعرف ما هي النصيحة. تشارلي، الاثنان صديقان حميمان. أنا أعلم أين يمكنك العثور على أشياء رائعة حقاً، وبالتأكيد أيضاً لعرضك التقديمي. إنها بطاقة سحرية تظهر مناظر طبيعية للأطفال. واو، ما الذي يحدث هنا؟ أين نحن؟ مرحبا بكم في عالم الحيوانات والبيئة والطبيعة عبر الأنترنت. هنا ستلتقي بالطيور والحيتان والسناجب، تزور الغابة الممطرة أو المرج أو البحر، وتتعلم كل شيء عن الطبيعة والبيئة. أنا أحييكم في الماضي. هنا يمكنك مقابلة إنسان الكهوف والفايكنج وملوك. أنا أنحني. هل أنا في العصور الوسطى؟ أين أميراتي وفرساني؟ أوه، نوع خاص جدا من الطائرات. أهلا وسهلا بكم. يمكنك معرفة ما يحدث في العالم عبر الأنترنت في أخبار الأطفال ومقاطع الفيديو والمجاملات. يوجد الكثير من ذلك هنا. هنا يمكنك إعلام نفسك وفهم العالم وتشكيل رأيك الخاص. لذلك نحن الأطفال لدينا رأينا. الآن حان دورك. هنا مهم جدا مشاركتكم، تبادل أو محادثة أو تعليق أو تصوير فيلم أو عرض الصور على الإنترنت. أنا أحب التقارير. اختر موضوعا واجمع الأسئلة وابدأ. أحب الصور كما أحب الكتابة مع أصدقائي عبر الإنترنت. نحن في عالم على الإنترنت مليء بالمرح والألعاب. يعجبني ذلك، اللعب، الاسترخاء. شيء عظيم، اجمع المال أولا ثم جرب واخبز واطبخ وكن مبدعا. ماذا يحدث لي؟ لا يزال تعين علي القيام بشيء. أين يمكن العثور على مادة لعرض التقديمي حول حقوق الأطفال الآن؟ أنا أعرف ماذا، انطلق إلى عالم المعرفة. جميل، المعرفة المركزة في انتظارك هنا. يمكنك العثور على أي شيء تقريبا في القواميس ومحركات البحث. أدخل كلمة بحث مناسبة في السياق. سأحاول. حقوق الأطفال، انظر، الكثير من النتائج جيدة مو. رائع، مع هذه الصفحات لدي كل ما أحتاجه لعرض التقديمي. الآن علي أن أذهب إلى المنزل وأبدأ العمل. واو، كان ذلك قويا. وكيف يمكنني الدخول إلى عالم المغامرات العملاق هذا بدونك أنت وبطاقتك السحرية؟ لدي شيء لك، هو مدخلك إلى زايتن شتارك، عالم مواقع الأطفال. بالمناسبة لم يكن هنا هذا سوى مقتطف صغير من منظر طبيعي كبير وملون لموقع الأطفال. أفضل شيء تفعله هو أن تقوم بالرحلة بنفسك. تعرف الآن كيف تصل إلى هناك. الوصول مفتوح للجميع مجانا وفي أي وقت. زايتن شتارك ممتعة وذكية. اضغط على زايتن شتارك.ee.